30 دقيقة من سجوات نجمة فام. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا وين ما اخترتوا تونسونا ونونسوكم في رأس العام الهجري. اليوم نحتفلوا به إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. في رأس العام الناس الكل تعرف أكل عادات والتقاليد متاعنا، كيفاش نطيبوا كسكسي بالقديد، كيفاش الملوخية، كيفاش كلامة مع الجيران ومع الأصحاب. أذك علاش حابين ناخذوا بالتليفون داعشة مرام قصيبية حاذقة زمنية، حابين نحكيوا معها شوية على عادات بكري كيفاش كانت فما ما زالت التوى وإلا تنحات، إيش صار وإيش تبدل من قبل وتوى. ومكملين معاكم كالعادة مع حضرة الشمايل. ألو صباح النور الداعش. صباح النور، كل عام أنت حيا بخير. يحييك طوى عمرك. إشني أحوالك لاباس عليك؟ نحمد الله ونشكر الله ومالك الحمد. الحمد لله ومالك الحمد. رأس العام الحمد لله رأس العام الهجري الداعشة بين قبل وتوى مازالوا يحتفلوا به وإلا مشي مع عاد بكر؟ مازلنا زيت هون من الحنة تيني حرقوس والملوخية والكسكسي والقديد سمريتي تاكلوا شميدك متاعنا قبل هذا وخبز الطابونة وخبز الطابونة لأكل الملوخية بخبز الطابونة ميت. سنة حضرتوا شوية من كالعادات هذه وإلا لي عملنا ما نسيناش خبيزة نتاع طابونة نتاع ملوخية كسكسي والقديد والفول نتاعنا قبل والحمص والمشكل لك الكسكسي نتاع كسكسي نقولوا احنا سمشي شمس وكل شيء من مونة الدار، معني حد شيء ما يتشري قبل الكسكسي معول في الدار واللحم يتقدد زاده في الدار. أنا دخلنا نعمل كل واحد في الصيف هذه كسكسي ولا محمص ولا الحاجة الباهية اللي نتاع الصيف نحطوها نطيبوها باللفت وبالكرنب وبال والأصبان نخليهم. أنا احكي لي على كلمة أم عيشة، احكي لي على كلمة المحلاها قبل كانت، احكي لي عليها، خلي العباد تتعلم اليوم وتفهم إنه راهو كلمة متاع الجيران باهية برشا. يا زيزة أمها جابت سبع أولاد وزوج بنات ما شاء الله وبيا خدام يومي بابا ونتلموا على كل كسي ولا كسي هكايا محمص والبراد نتاع بابا راجل كبير يحب ديما البراد يغلي والكاكاوية وكانت يرحمهم ينعمهم آمين ولا حاجة تعملها لنا مونتي يرحمها. كانت لما محلاها في رأس العام وما زالت إن شاء الله باش تكون عند توينسا الكل الداعشة. أنا حبيت نعايد عليك عليه الصلاة والسلام. أنا حبيت نعايد عليك وبحبيت شيفوتني مناسبة كما هذه باش نقول لك كل عام وانت حي بخير. الله يخليك الداعشة وربي يطول في عمرك وإن شاء الله يا ربي تقعد لنا بالصحة وبالعافية. احنا مازلنا مواصلين معاكم، مازلنا نحكيوا اليوم على سنة رأس السنة الهجرية، نحكيوا على عادات وتقاليد ونحكيوا زيدا على الفن اليوم مع حضرة الشمال. زيد شوية في الصوت نجمة صباح على نجمة أفهم.